الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اليوم عندنا لقاء علمي هام يتعلق بالغرفتين المدنية بما فيها حتى العقارية مع المادة الاجتماعية. هذه مواد أساسية، مواد حيوية، مواد عندها آثار على الاقتصاد وعلى المعاملات بين الناس. وغادي يتحفون واحد جوج ديال القضاة اللي هما من خيرات قضاة المملكة، غادي ينوروا الناس بالشهادات اللي صدرت على محكمة النقد في الاتجاه هذا، في هذا المجال هذا. بلا شك غتكون هذا اللقاء غادي يكون دسم وغادي يكون غني بعدد ديال المعلومات والشهادات القضائية. اليوم حلقة مجددا للتواصل للحوار مع المواطن في رواق المجلس على السلطة القضائية لمناقشة قضايا هامة جدا، قضايا الاجتماعية والقضايا العقارية. الجميع المغاربة وجميع المواطنين وجميع المتقاضين يهمهم بشكل كبير يعني القضايا اللي عندها ارتباط بمنازعة الشغل، اللي هي تهم الاستثمار أيضا في جوانب كبيرة منها، وأيضا قضايا العقارية بتنوعها، قضايا الاستحقاق، قضايا الشفعة، قضايا العقارية في مفهومها العام هي قضايا هامة لها ارتباط بحقوق أساسية دستورية وحقوق اجتماعية واقتصادية. إذا اليوم قضاة محكمة النقد مرة أخرى المختصون في القضايا العقارية والاجتماعية جاءوا هنا لمناقشة أهم الشهادات القضائية للمحكمة للقضاء وإبرازها للمواطنين للعموم من أجل مناقشتها، من أجل معرفة انتظاراتهم من الموضوع. إذن بالنسبة لنا اللقاء بنفس الفلسفة بنفس المنهجية، ولكن هو لقاء بكل تأكيد مهم جدا وكحلقة أساسية في التواصل مع المواطن. الحال يأتي هذا النشاط للسلطة القضائية من أجل التعريف بعمل محكمة النقد، هذا العمل الذي يتجلى في مراقبة الأحكام الموضوعية الانتهائية التي تصدر عن محاكم الاستئناف المختلفة، أي المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة. وبطبيعة الحال فإن دور محكمة النقد في مراقبة هذه الأحكام يحدده القانون، وهو مراقبة مطابقتها للقانون بصفة عامة. ولكن القانون بطبيعة الحال يشرح الأسباب والوسائل التي يمكن أن تعتمد من طرف الطاعنين الذين يطلبون النقد في هذه الأحكام، وتعتمد المحكمة بطبيعة هذه الوسائل في حالة صحتها. ومن شأن القضاء الذي تقوم به محكمة النقد أن يوحد الرؤية والآراء في تطبيق مختلف الأحكام القانونية. ولذلك فإن دور محكمة النقد يتجلى بالأساس في المراقبة لأحكام محاكم الموضوع، وفي توحيد أحكام محاكم الموضوع من حيث الحلول التي تخلص إليها. ومن شأن ذلك بطبيعة الحال أن يحقق الأمن القضائي، هذا الأمن القضائي الذي يتجسد في الأحكام الموضوعية المطابقة للقانون، لأنه يفترض في القانون أنه متحقق فيه الأمن القانوني. والأمن القانوني كما تعلمون يتجلى في كون القاعدة القانونية يجب أن تكون قاعدة عامة شمولية مستوعبة معيارية موضوعية، بالإضافة إلى المبادئ الأخرى المعروفة في القانون الدستوري وكذلك في القوانين التشريعية وفي المبادئ العامة، سواء تعلق الأمر بقانون حقوق الإنسان أو بالقانون الدولي الإنساني. فهذه المبادئ جميعها تشكل مبادئ يستلهم منها القانون من أجل أن يحقق الأمن القانوني. ولذلك فإن الأمن القانوني الذي أصبح مبدأ في الدستور يجب أن يتجسد في كل قانون. ويمكن القول بأنه حتى المحكمة الدستورية يمكن أن تجري مراقبتها للقوانين من خلال احترام هذا المبدأ القانوني في ذلك القانون، لأنه مبدأ دستوري يفترض أن كل قانون يجب أن يحقق هذا المبدأ. وبطبيعة الحال يرجع في ذلك إلى ما إذا كانت هذه القواعد القانونية تحقق وتستوعب تلك المبادئ التي أشرنا إليها. هذا النشاط
لمحكمة النقد من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية يأتي في هذا الإطار ليوضح كيفية عمل القضاة في محكمة النقد، وهذا فيه بطبيعة الحال انفتاح، هذا الانفتاح الذي دشنه السيد رئيس محكمة النقد الذي هو في نفس الوقت الرئيس المنتدب للسلطة القضائية. ومن شأن هذا الانفتاح أن يجعل من عمل القضاء متاحا الاطلاع عليه من طرف العموم، وهذا نوع من الشفافية أيضا، ونوع أيضا من إضفاء الأمن القضائي على الأحكام القضائية من خلال هذا الانفتاح، لأنه يجسد الوسائل التي يمكن بها الاطلاع على مختلف الأحكام والأعمال التي تقوم بها محكمة النقد، ومن شأن ذلك أن يعزز بطبيعة الحال الثقة ويشع الثقة ويعيد الثقة لدى الناس في القضاء. بالنسبة لهذا اللقاء التواصلي، يعني هو لقاء جاء بتوجيه من الرئيس الأول، السيد رئيس الأول للسلطة القضائية ورئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس الأول لمحكمة النقد، يعني من أجل التفاعل مع المواطن وتوعيته بالناحية القانونية وتعريفه بدور محكمة النقد بالخصوص ودور قضاتها ودور القضاء بصفة عامة في المملكة في البت في النزاعات والقضايا. وأظن أن كل يوم كان هناك محور، والمحور الذي تدخلت فيه اليوم اللي هو محور ديال قضايا المنازعات وقضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكما تعلمون موضوع جد هام، لأن المنازعات كما ذكرت في مداخلتي هي أساس ولب الاقتصاد بصفة عامة، لأن المستثمر الذي لا يضمن قضاء اجتماعيا نزيها وقانونا اجتماعيا يضمن له حقوقه لا يمكن أن يستمر في البلد. لهذا دور ديال القضاء يعني من هذه الناحية هذه فهو دور مهم جدا، وخصوصا المادة الاجتماعية، لأن المشغل عندما يجد قانونا وقضاء يضمن له حقوقه ولا يتعسف عليه فإنه يشعر بالأمان ويستمر أمواله دون خوف. هذا هو المداخلة اللي كانت عندي اليوم بطبيعة الحال مع بعض الاجتهادات القضائية اللي كتمشي في نفس الإطار واللي بينا فيها كيف أن القضاء استطاع أن يجعل نوع من التوازن بين حقوق الأجير وحقوق المقاول أو المشغل، وكذلك مسألة ديال حقوق ديال الأجير الأجنبي اللي صدرنا واحد القرار اللي حدث واحد رجة يعني في, 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 في الأوساط القضائية، وهو اعتبار عقد الأجير الأجنبي عقدا غير محدد المدة، يعني عكس ما كان عليه قبل ذلك، كان دائما يعتبر عقد محدد المدة بناء على تأشيرة وزارة التشغيل. فهذا القانون أحدث رجاء ودفع وزارة التشغيل بدورها إلى تقديم مشروع قانون من أجل ربط هذا العقد العمل بعقد بإقامة.